ألفة خانم، فهميني أنت شلون بتمنعيهم ينفذوا الأوامر تبعي؟ أنا الأوامر اللي عندي بتقول الجناح لازم يبقى فاضي يا سلطانة. السلطانة ناهد دوران حاولت، ومولاي ما قبل بإنها تستخدمه أو تقعد فيه. أنا نبهتك من قبل يا ألفت، واضح إنك ما فهمتي بنوب. لا تقارني بيني وبين حدا تاني، وخاصة ناهي الدوران، لأن أنا هيام. إذا في أي شيء أنا بدي إياه، بدي أوصل له لو شو ما كان. شو هالحكي اللي عم اسمعه؟ زودتيها يا هيام، شوفي براسك. مولاتي أنا ناهي الدوران كانت بدها تاخده للجناح، وأنتي عارضتي الموضوع وقلتي بهداك الوقت إنه ما بيصير نسيء لذكرى السلطانة الأم بعد موتها، وهلأ جاية بدك تاخديه غصب عنه؟ مولاتي الأوضاع تغيرت كتير من هداك اليوم. ناهي الدوران انعزلت، ووضع الباشا كلنا منعرفه، وأنا استلمت إدارة الحرم لك بالكامل. بس هاد ما بيعطيكي الحق إنك تسكني هون. حياتنا رح تستمر، والجناح ما رح يبقى فاضي. الجناح مو لإلك، ورح يبقى فاضي على طول. تعرفي شو السبب؟ لأنه هاد الجناح انعمل للسلطانات مو للجواري. فيا هيام، إذا وصل حدا من أولادك للعرش بيوم من الأيام، وقتها يمكن نفكر. الله لا يقدر ونوصل لهون. هلأ صار فيكي تروحي، وسكري لي على هالموضوع. سلطانة، كنت عم دور عليكي مولاتي. كلهم هالمرة اتفقوا ضدي. السلطانة خديجة حطت إيدها شخصيا بالموضوع، بس أنا ما رح أسكت أبدا، ورح أخذ اللي بدي إياه غصب عنهم. سلطانة صدقيني هاي المرة الحق معهم، لأنه الأصول هيك بتقول. أنا لو كان بدي التزم بشي اسمه أصول ما كنت عايشة لهلأ، ما هيك؟ معلش خلينا نتمهل، جلالة السلطان رح يقوم بحملة عن قريب. رح أخذه لهالجناح يا سمبول. عم تسمع؟ جناح السلطانة الأم حيكون إلي.